Emma, a skeptic of the supernatural, proposes a challenge to spend the night in the cursed Blackwood Mansion. Her friends reluctantly agree. Emma and her friends cautiously enter the mansion, their fear mounting as they hear mysterious whispers and notice movement in the shadows. As the night unfolds, the supernatural activity intensifies, causing Emma and her friends to become separated, adding to their panic and despair. Emma's skepticism wavers as she comes face to face with a vengeful spirit, feeling its malevolence and the weight of her friends' lives resting on her actions. Drawing on her courage and resourcefulness, Emma devises a plan to outsmart the vengeful spirits, leading her friends to safety and escaping the clutches of the supernatural. After a harrowing night, Emma and her friends finally emerge from the mansion, forever changed by their encounter with the haunting shadows. Emma's skepticism shattered, and her friends now believers. السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا شباب في الجو الحر اللي احنا فيه ده؟ يا رب بقى تكونوا تحت المروحه ولا التكييف وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. حابب اشكركم في الاول على الدعم اللي حصل على الفيديو اللي فات. بجد يا شباب انتوا اقوى شباب في الدنيا يعني، وعايز بقى ادعمكم كمان على الفيديو ده. احنا خلاص قربنا من الالف مشترك، احنا حاليا 706 مشترك، ان شاء الله نوصل للالف مشترك في اقرب وقت. بس انا زعلان منكم في حاجه، انا طلبت منكم يا شباب على الفيديو اللي فات 50 لايك، ليه عليه 15 لايك بس يعني؟ وطلبت منكم كومنتات وقلت احسن كومنت هطلعه الفيديو ده، ليه ما فيش حد حط كومنتات؟ عموما يا شباب عايزين نوصل الفيديو ده بقى بجد ال 50 لايك، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، تشاروا الفيديو ده ما بين اصحابكم. ويلا عشان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده نخش على موضوع الفيديو. زي ما شفتوا يا شباب في اول الفيديو القصير الشورت اللي انا عملته ده، الفيديو ده بالكامل كتابه وصور وتعليق صوتي وكمان ترجمه، كل ده بالذكاء الاصطناعي وكل ده من غير تدخل مني. لو عايزين تتعلموا ازاي تعملوا محتوى القصص ده بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني تقريبا، تابعوا الفيديو ده للاخر وركزوا معايا نقطه نقطه، لان انا هشرح لكم موقع النهارده بالتفصيل. وموقع النهارده اللي هنستخدمه في الشرح هو موقع artflow.ai، الموقع الجبار جدا اللي بيقدم لنا اكتر من خدمه في الذكاء الاصطناعي. هنتعرف عليه النهارده بالتفصيل، تابعوا معايا الفيديو للاخر. هنيجي هنا عند start now. في البدايه شباب هنيجي هنا عند قائمه خانة ستارت وندوس عليها كده. هنا يا شباب زي ما انتم شايفين ويلكم باك، ده لو انت عامل لوجن بتدخل الايميل بتاعك والباسورد، لكن انا هعمل اكونت جديد معاكم فانا هقول له كرييت اكونت. هاجي هنا عند خانة يوزر نيم، هحط اي اسم مستخدم، مثلا زيزو 3 اي اسم، وهاجي افتح موقع تمب ميل. الموقع ده بيديك ايميل لمده 10 دقائق وبعد كده الايميل ده بيتمحي، تقدر تعمل بيه تسجيل دخول لو مش عايز تعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك. انا عن نفسي حابب اعمل كده. بالمناسبه كل اللينكات المستخدمه في الشرح في الفيديو ده هتلاقوها في المقال اللي تحت في صندوق الوصف. وانت نازل بقى المقال ما تنسانيش، ها، لايك شير سبسكرايب، ادعم الفيديو. المهم هناخد الايميل ده كوبي ونحطه هنا بيست، ونكتب اي باسورد، لو جوجل هيكتر خيره وعمل لنا باسورد، وتوافق على الشروط والاحكام وتقول له كرييت اكونت. هنرجع تاني لموقع تيمب ميل ونيجي هنا عند صندوق الانبوكس، هنستنى شويه هيبعت لنا الموقع رساله تفعيل ان الايميل بتاعك اتوافق عليه. يعني كل اللي عليك ان انت هتفتح الرساله دي وتعمل اكتيفيت للايميل بتاعك. بعد ما بتاكتف الايميل بتاعك بتفتح لك الواجهه دي بتاعه الموقع، بيظهر لك هنا الثلاث خانات، اول خانه وهي ستور ستوديو، وتاني خانه هي ايمج ستوديو، وتالت خانه هي فيديو ستوديو. طيب خلينا نتعرف واحده واحده عليهم كده. تعالى نبتدي بايمج ستوديو، نيجي نفتح ايمج ستوديو. زي ما انتم شايفين ريزولت از نوت ماتش، هنيجي نقول له نيو ايمج. طب ايه ايمج ستوديو ده او عباره عن ايه؟ ده فكرته زي فكره ميد جورني بالظبط، بتكتب له شويه اوامر مع مقاس الصوره بيطلع لك الصوره اللي انت عايزها. خلينا مثلا نقول له ديسكرايب يور ايمج، مثلا خلينا نقول له ايه، زي ما انتم شايفين يا شباب قلت له باتمان بيحارب الجوكر. من هنا بتختار انت عايز نوع الفلتر يكون ايه، لو في ستايل محدد انت عايزه تقدر تختاره من هنا. خلينا نختار مثلا ستايل الرعب ده، ممكن طبعا تكتب برومبت اطول بس انا ايه عامله اي حاجه. من هنا انت بتختار شكل الصوره عايزه يكون عامل ازاي، بورتريت ولا جنرال ولا ايا كان، ومن هنا مقاس الصوره. انا عملتها بالاعدادات دي كده وخلينا نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. هنقول له فلو. زي ما انتم شايفين يا شباب يعني الصور ظريفه، بس انا كنت قايل له ان انا عايز الجوكر باتمان والجوكر يكونوا بيتحاربوا يعني، بس مش مشكله يعني نوت باد كصور لباتمان.
ودي كانت اول ميزة معانا في الموقع ده، وهي تحويل النص لصورة. من هنا بيوريك عدد النقط او الكريديتس اللي معاك، معاك 100 نقطة. للأسف بعد ما بيخلصوا بيقولك لو سمحت اشترك، بس انت بقى تقدر تعمل اكتر من حساب عن طريق تيم بميل، الطريقة اللي انا وريتها لك من شوية، وتعامل. طيب دي كانت اول ميزة معانا النهاردة اللي هي تكست تو فيديو. طيب نشوف الميزة التانية وهي فيديو ستوديو. تفتح القائمة بتاعة كرييت فيديو او فيديو ستوديو، بتقول له كرييت يور فيرست فيديو. زي ما انتوا شايفين كده فتح لك الاستوديو بتاع الفيديوهات. من هنا بتقدر تختار الصور اللي انت حابب تضيفها في الكوليكشن، في الصور اللي انت مثلا عملتها على اللي هو الاوبشن بتاع تحويل النص لصور، وفي البروجكت اسيتس او مصادر المشروع، وفي الابلودز ده لو حابب تضيف حاجه من عندك من الجهاز بتاعك. خلينا نعمل ايه حاجه مع بعض صغيره كده. كده ده المشهد او المشهد اللي هيحصل فيه احداث الفيديو بتاعك. من هنا الكاركتر او الشخصيه اللي انت حاببها تظهر في المشهد، عندك كل الشخصيات دي تقدر تختار منها، وبرده تقدر تعمل ابلود. ولكن انا هسيب لكم بقى السكشن ده انتوا تستكشفوا بيه براحتكم كده واحده واحده، ها، وتقولوا لي رايكم فيه تحت في الكومنتات. نرجع بقى للصفحه الرئيسيه ونختار ستوري ستوديو، ونقول له كرييت يور فيرست ستوري. هنا في خانه الشات دي انت هتقول له القصه بتاعتك انت عايزها ايه. ممكن لو عندك انت قصه بالفعل كاتبها تحطها له هنا، بس مش اكتر من 500 كلمه او 500 حرف. لو مش عندك قول له بس انت عايز موضوع القصه يكون على ايه. مثلا نقول له من هنا بتقول كاس، مثلا كتبت له خيال علمي. خلينا نشوف كده. كده عمل لنا القصه بتاعتنا، وبيقول لك هنا proceed this story idea، يعني كمل على الفكره دي. هتدوس هنا على الاختيار ده. زي ما انتم شايفين يا شباب هو عمل لي الشخصيات اللي القصه بتتكلم عنهم، دي الصور بتاعتهم. لو مش عاجبني مثلا الشخصيات دي وعايز اغيرهم، بتقول له edit this character عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبتيجي على علامه الزائد دي، وتقول له create. دي مواصفات الشخصيه لو انت حابب تعدل عليها، مثلا تخلي مثلا لون شعرها اسود، لابسه فستان معين كده، عشان تتوافق مع القصه اللي معاك او القصه اللي انت عايز تعملها. وزي ما انتوا شايفين عمل لي شخصيه تانيه برضو بنفس الاوامر، يعني هي شخصية مختلفة أو شخصية تانية غير الشخصية اللي أنا كنت عايزها للقصة. لو مش عجباني الشخصية دي، ولكن أنا هكمل مع الشخصية دي. كده تمام يا شباب، احنا رجعنا كده الشخصيات اللي هتظهر معانا، واحدة اسمها لونا والتانية اسمها سيلينا. هنقول له confirm and proceed to storyboard. وهنا يا شباب قربنا نخلص خلاص. زي ما انتوا شايفين دي المشاهد أو الصور اللي هو استخدمها لعرض القصة. لو حابب تعدل على مشهد فيهم بتقف عليه كده وبتدوس ريمايندنج، وهو بيعدل لك على المشهد ده او على اللقطه اللي مش عاجباك دي. هو اساسا مقترح لك مجموعه مشاهد، بس لو مش عاجباك كلهم وانت حابب تكتب واحد من الاول وجديد ممكن تعمل كده. زي ما انتوا شايفين عمل لي مشهد تاني غير المشهد الاول. وبكده خلاص يا شباب نقول له اكسبورت. وبس كده يا شباب، بتستنى لما الفيديو يخلص خالص وبعدين يقول لك داونلود ذس فيديو، وهعرض لكم دلوقتي النتيجة النهائية. بس كده يا شباب، ده كان موضوع فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تدعموا الفيديو ده برضو، بجد انا محتاج دعمكم. انتوا دعمتوا لي الفيديو اللي فات، وان شاء الله هتدعموا لي الفيديو ده. وصلوا القناة لألف مشترك، عشان هنعمل حفلة كبيرة قوي يوم وصول الألف مشترك، وهعمل لكم جيف اواي قوي جدا. لو عندكم اي اراء او اي اسئله حطوها تحت في الكومنتات، واحسن 3 كومنتات طلعها الفيديو الجاي. وسلام عليكم. In a world where dreams come alive, Luna finds herself in a realm of wonder and limitless possibilities. But amidst the beauty of her dream world, Luna comes face to face with a darkness that threatens to consume everything. Celine, a wise and mysterious dream guardian, appears, offering guidance to Luna on her perilous journey. With Celine's encouragement, Luna harnesses her inner strength, ready to face her deepest fears and protect her dreams. Armed with her dream-manipulating powers, Luna fights back against the nightmares, banishing them from the dream world one by one.
Luna realizes that the nightmares are not contained within the dream world alone, but threaten to spill into the waking world as well. With unwavering determination, Luna confronts the source of the darkness, ready to face her ultimate fear and restore balance. In a climactic battle, Luna overcomes her fear, banishing the darkness and restoring harmony to the dream world and the waking world.